وللمزيد حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق في ظل وعود مستمرة بحلها، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو الميثاق الوطني العراقي السيد أحمد صبري. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بك. مع استمرار أزمة الكهرباء منذ 20 سنة وحتى الآن الأزمة باقية، السؤال عن مليارات الدولارات التي تنفق على قطاع الطاقة دون أي تقدم ملحوظ، أين تذهب هذه المليارات وهي أموال العراقيين؟ نعم، أزمة الطاقة والكهرباء بالعراق منذ الاحتلال وحتى الآن تلخص فشل وإخفاق الطبقة السياسية العراقية التي لم تستطع أن تحل هذه الأزمة، بالرغم من هدر نحو 80 مليار دولار لإصلاح المنظومة الكهربائية. هذا الفشل حقيقة داين للعيان. العراقيون يعتقدون أن هناك أيادي خفية تريد أن تبقى هذا الملل مفتوح على مصراعيه من دون أمل لحله. لذلك أقول أن هذه الأزمة تكشف مرة أخرى فشل وتداعي المنظومة السياسية التي تحكم العراق. دائما ما يسهم القطع المتكرر للغاز الإيراني من قبل طهران يسهم بشكل كبير في زيادة الأزمة في هذا القطاع، لا سيما في فصل الصيف وحتى في فصل الشتاء. هل تعتقد أنه ابتزاز سياسي كما يصفه البعض أم يحتمل الكثير من الاحتمالات؟ يعني احتمالات كثيرة، ولكن في مقدمة هذه الاحتمالات هو الابتزاز والهدف السياسي من وراء السياسة الإيرانية تجاه أزمة مستفحلة فيما يتعلق بالطاقة وتزويد الغاز الإيراني للعراق. إيران تستغل كل الظروف من أجل إبقاء العراق حقيقة حديقة خلفية لمآربها، وبالتالي أن الطاقة تستمر في التراجع على الرغم من كل الملايين الدولارات لإصلاحها. من المفترض أن يكون الاتجاه هو التنمية والنهضة ويعني الحد بشكل كبير من ارتفاع معدلات الفقر، ولكن الحكومة دائما ما تتحدث عن ضخ استثمارات كبيرة لاستخراج الغاز، وهو حديث ليس بجديد، يعني حديث قديم تحدثت به كل الحكومات التي سبقتها يعني منذ الاحتلال وإلى الآن. ما الذي يحول دون تنفيذ هذه الوعود؟ هل هناك إرادة دولية تمنعها، إرادة إقليمية تمنعها من وجهة نظرك، أم هو فقط عمليات الفساد والنهب للمال العام؟ وفي مقدمة هذه الاحتمالات هو عملية الفساد والنهب المنظم لثروة العراق. العراق غني بكل الاحتمالات، العراق غني بكل الطاقات، ولكن هناك أيادي خفية تلعب بمصير العراق، وبالتالي كل الثروات تهدر في غرف خلفية ليستفاد منها أعداء الطبقة السياسية التي تعتقد وتعطي وعودا كاذبة للجمهور، ولكن يبقى الوضع على حاله. العراق يعمل لتشغيل منظومة الكهرباء بدعم إيراني لكي يبقى العراق ملتحقا بالمشروع الإيراني في كل المجالات. عراقيون يتحدثون بأن الرضا الإيراني لإيجاد حل لأزمة الكهرباء ليس هناك شيء تفعله إيران لأجل عيون المواطن العراقي، هناك دوافع سياسية حاضرة. لو افترضنا أن السوداني أستاذ سينفذ وعوده بالاستثمار في مشاريع الغاز افتراضا، يعني كيف ستكون ردة الفعل الإقليمية وخاصة إيران المستفيدة؟ طبعا إيران تريد أن تبقى العراق منفذا لها في كل المجالات، خاصة في قطاع مهم وأساسي بات يرهق العراقيين وهو قطاع الطاقة. لذلك إيران تريد أن يبقى العراق مستفيدا، وأيضا بحاجة إلى خدمات وأيضا دعم إيران لتشغيل منظومة الكهرباء. لذلك إيران تسعى لإبقاء العراق في هذا النفق المظلم. دائما ما يصف الكثير من المحللين والمراقبين بأن يعني سياسة الحكومات المتعاقبة كلها متشابهة، يعني الآن السوداني وعد بإنهاء الحاجة للغاز الإيراني خلال 3 سنوات، هذا الوعد قطعه على نفسه، مع ذلك يوقع مذكرة تفاهم مع إيران بشأن الحقول النفطية المشتركة.
ولكن هذا الأمر لماذا يتكرر؟ لماذا لا تكون هناك مشاريع تذهب بها الحكومة لحل واقعي وهو الربط الشبكي مع الدول العربية؟ هذا المشروع مطروح منذ سنوات. نعم، حكومة السوداني وقبل السوداني علاوي والمالكي وغيرهم هم لا يريدون أن ينفتحوا على المحيط العربي فيما يتعلق بنجدة العراق فيما يتعلق بالطاقة، لذلك البورصة تتجه نحو إيران لأن إيران تريد أن يبقى العراق رهينة هذا الوضع المتردي. الدعم العربي للعراق الحكومة العراقية تستبعده بالوقت الحاضر لأن إيران تريد أن يبقى العراق ساحة لكل مآربها السياسية والاقتصادية. نعم، عبر الهاتف من عمان عضو الميثاق الوطني العراقي السيد أحمد صبري، شكرا لك.